أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية، ونبدأ بالعناوين. نبدأ في المدى: منظمة دولية، 2,500,000 عراقي بحاجة لمساعدات إنسانية. القدس العربي، منظمة الصحة العالمية، نهاية محتملة لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد أوميكرون. جاء في العربي الجديد: واشنطن تأمر برحيل عائلات دبلوماسيها في كييف وتحذر من السفر إلى روسيا. ساندي تايمز عنونت: برلمانية تتهم حزب المحافظين بإقالتها من منصبها كوزيرة لأنها مسلمة. ناشونال انترس جاء فيها على واشنطن تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية والضغط على مسقط لإغلاق مكاتبها. نطالع في عربي 21: إصابة 100 أسير فلسطيني بكورونا في سجن عوفر الإسرائيلي. أما الشرق الأوسط، عنونت: أمريكا تضبط سفينة إيرانية في طريق تهريب للحوثيين. أهلا بكم، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من مركز رسام، حيث نشر مقالا للكاتب حاتم الفلاحي يقول فيه: من يقرأ التاريخ بدقة تامة يجد بأن الدول التي تنتصر بالحروب تضع شروطها وأهدافها من هذه الحرب. فمثلا عندما تم انتصار ألمانيا في بداية الحرب العالمية الثانية، تم حل جيوش لهولندا وبولندا وبلجيكا، وعندما انتصر الحلفاء على ألمانيا تم حل الجيش الألماني. وكذلك اليابان التي لا زالت ترزح تحت الحماية الأمريكية، لذا فمسألة حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية يعني تدمير مؤسسات الدولة العراقية. وما حصل في العراق من إصدار قرار بحل الجيش والأجهزة الأمنية ليس خطأ كما يحاولون الترويج له، بل هو مدروس ومخطط له بدقة، وكان قرارا استراتيجيا يصب في مصلحة إيران وإسرائيل. إن الجيش العراقي دخل دائرة الاستهداف السياسي والعسكري منذ فترة طويلة من قبل جهات متعددة، لذا فقد كانت الفرصة مواتية للنيل من هذا الجيش بعد الاحتلال، خصوصاً وأنه شكل عقبة أمام المخططات الاستعمارية والتوسعية في المنطقة، كما أنه شكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الإسرائيلي والإيراني، وكذلك لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والتي عملت على استهدافه وتدميره. لذا فليس من مصلحة الأمريكيين أن يكون هناك جيش عراقي قوي، لأنه ستنتفي الحاجة لبقاء قواتهم في العراق. لذا عملوا على إضعاف هذا الجيش من اللحظة الأولى لبنائه، عندما دمجوا الميليشيات الطائفية في بنية هذا الجيش، الأمر الذي أعطى الجيش صفة طائفية، كما أن إسرائيل وإيران لا تريد لهذا الجيش أن يعود قوياً. وبذلك اكتمل تحالف الثلاثي الحاقد على تدمير العراق وجيشه، حيث عملوا على تدمير وتجريف القدرة العسكرية العراقية، لأنهم يخشون من عودة هذه القوات لتهديدهم مرة أخرى، كما عملوا على إنهاء العراق كقوة إقليمية طالما شكلت توازناً في الصراع العربي الإسرائيلي. أما على المستوى الداخلي، يقول الكاتب، فهناك الكثير من الأحزاب السياسية والشخصيات التابعة لإيران لا تريد بناء جيش قوي، لأن إيران بالتحديد لا تريد ذلك، بل إن هناك الكثير من القيادات التي تصدرت المشهد السياسي بعد الاحتلال قاتلت مع إيران ضد العراق والعراقيين في حرب الثماني سنوات، مثل مستشار الأمن القومي قاسم العرجي وهادي العامري وغيرهم الكثير. فالأكراد مثلا لا يريدون بناء جيش قوي خوفا من تهديد دولتهم في شمال العراق عندما تتقاطع المصالح مع بغداد. أما في الهيئة جاء فيها: رغم امتلاكها رابع أكبر حقل نفط في العالم، البصرة أنموذج الفشل الحكومي مع الأسف. انعكس غنى محافظة البصرة بالنفط سلبا على سكانها، فمع احتضانها حقولا عملاقة وامتلاكها ما يقارب ثلثي احتياطي نفط العراق،
إلا أنها عانت وما تزال تعاني من أزمات حقيقية في تقديم أبسط الخدمات الأساسية جراء حجم الفساد المستشري فيها. نستمع إلى جزء من تقرير لموقع الهيئنت. تشهد المحافظة صراعات حزبية وميليشياوية لأجل بسط النفوذ والسيطرة عليها، ما أدى إلى تفاقم المشكلة على المواطنين وتردي البنى التحتية وتدهور الأنظمة الصحية فيها. وأرجع تقرير لمنظمة Human Rights Watch أسباب عدم تنفيذ المشاريع في المحافظة إلى سوء الإدارة والفساد التي انتهكت حق المجتمع في توفير الخدمة الأساسية لها والتي يكفلها القانون الدولي وكذلك قوانين حقوق الإنسان. وتسجل المحافظة سنوياً عشرات الإصابات بأمراض السرطان والتي أخذت تتزايد بشكل مستمر في الآونة الأخيرة، حيث بلغت في ناحية النشوة أكثر من 300 إصابة. وكالعادة يتم الإعلان من قبل حكومة بغداد عن تأسيس لجنة لمعرفة الأسباب، إلا أنها لا تخرج بنتائج كونها لم تعمل أصلاً على كشفها. وفي الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الصحية في العراق تراجعاً في أدائها بتزامن مع ارتفاع مرضى السرطان، أفادت تقارير دولية وأخرى محلية أن نسبة وفيات مرضى السرطان في المحافظات الجنوبية بلغ 5% من مجموع الوفيات للأمراض غير السارية في السنوات السابقة في العراق، معتبرة التلوث البيئي والإشعاعي وتلوث المياه والحروب من أبرز أسباب تلك الزيادة. طبعا يؤكد خبراء في مجال البيئة أن قطع إيران للمياه عن العراق ألقى بظلاله الوخيمة على البيئة في البصرة بالتحديد، فضلا عما يلقى فيها من الملوثات السامة التي تأتي من القنوات الداخلية والمجاري ومياه الصرف الصحي والبذول الزراعية ومن الورش الصناعية وغيرها. أما في الشأن الرياضي، كتبت المدى عن رعد العراقي مقالا في صحيفتها جاء فيه: لا يمكن أن تمضي عملية البناء الصحيح للوصول إلى قمة الهدف المرسوم في حصد الثمار من دون أن يكون ذلك البناء يستند إلى أسس متينة رصينة متكاملة تتجاوز في قوتها عوامل الزمن وتقلبات الأوضاع وتصمد أمام تصاعد الأزمات ويتسع بنيانها لمزيد من أحمال التطور متى ما تطلب ذلك مستقبلا. مع الأسف تلك الرؤية لا تزال مشوشة عند أفكار القيادات الرياضية ومتسرعة بعض الشيء عند أي محاولة للانطلاق في تغيير الواقع الحالي والنهوض بالرياضة العراقية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص. قبل أيام تحدث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن قرب انفراج معضلة افتتاح ملعب نادي الزوراء الرياضي حال اكتمال بعض التحسينات التي أجريت عليه، وهي بشارة قد تفرح الجماهير الكروية، لكني كمتابع لم يعترني ذلك الشعور بالفرح العميق بعد أن أجهزت البشارة السابقة على ما تبقى من أمل بتحقيق صدق الوعود بإنجاز هذا الصرح العتيد الذي استعصى فك لغزه منذ المباشرة بهدمه عام 2013 واستمر مسلسل بنائه 9 أعوام كاملة، ولازلنا ننتظر افتتاحه برغم أن سعة الملعب حسب ما أعلن لا تلبي طموح الأمة الزورائية التي تكاد تكون هي القاعدة الأكبر جماهيرياً بين كل الأندية. ملعب الزوراء وسنوات البناء وحجم الأموال التي رصدت له وأخيراً فرحة قرب إنجازه قد تكون خير دليل على ما ذهبنا إليه من حالات القفز على الواقع واصطياد المواقف لتكون درعاً من الاتهام بالإخفاق تسجل فيه سجلات الإنجاز للقيادات الرياضية، حالها حال صورة أخرى شدتني أكثر من مرة حين تناقلت القنوات الرياضية مشاهد استقبال أبطال لعبة المواي تاي بعد تحقيقهم نتائج جيدة في بطولة كأس العالم، متنقلين بين أروقة وزارة الشباب والرياضة ولجنة الأولمبية العراقية متلقين التهاني والتكريم في وقتنا المواي تاي لا يمتلك قاعة نظامية للتدريب، فلمن يسجل الإنجاز؟ نظرة أخرى لواقع البنى التحتية الرياضية البائسة للأندية والاتحادات تأخذك إلى حدود التفكر بأسباب التراجع بالنتائج ونضوب المواهب.
أندية جماهيرية لا تمتلك مقرات رياضية تحتوي على إرثها وتؤرخ تأريخها من ملاعب ومنشئات لبقية الألعاب واتحادات رياضية بإدارتها تبحث عن مأوى لرياضييها للتدريب بدلاً من إنفاق أموال طائلة على معسكرات خارجية. نشر موقع ناشونال انترست مقالاً دعا سلطنة عمان فيه لعزل الحوثيين للتعامل معهم ومنحهم ملجأً آمناً. وقال كل من جوناثان سانزيرز ومايكل روبن إن سويسرا الشرق الأوسط ستظل مركزاً للدبلوماسية في المنطقة، ولكن سويسرا الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون ملجأً للإرهاب. وأشار الكاتبان إلى الهجوم بالمسيرات على الإمارات الذي نفذ في 17 من كانون الثاني يناير وقتل فيه 2 من العمال الهنود و3 من باكستان وجرح آخر. كانت إدارة جو بايدن قد شطبت في العام الماضي جماعة الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية بعد وضع وزارة الخارجية لها في عهد دونالد ترامب. وبررت إدارة بايدن قرارها بأن التصنيف سيعرقل عمليات وصول المساعدات الإنسانية للبلد الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه يعاني أكبر كارثة إنسانية في العالم. ويعتقد الكاتبان أن الدعوة لتصنيف الحركة من جديد مبررة، وعلى الإدارة المضية خطوة أخرى وطلب من عمان بتفكيك المقر الإقليمي للحوثيين العاملة في أراضيها وبمباركة أمريكية. ويعمل في المكتب عدد من القادة الحوثيين البارزين ممن تلطخت أيديهم بالدم. وأشار إلى أن عمان ترى في نفسها منطقة محايدة أو سويسرا الشرق الأوسط، وتتمسك السلطنة بحياديتها والتزامها بالدبلوماسية وكمبرر لاستقبالها مكتب الحوثيين، إلا أن هؤلاء استغلوا وجودهم في عمان ليس لشرعنة عملياتهم والحصول على منافذ للنظام المالي الدولي، بل ومن أجل تهريب السلاح إلى اليمن. ففي عام 2016 هربت إيران صواريخ مضادة للسفن وطائرات بدون طيار إلى اليمن، ومر بعضها كما قيل عبر عمان. وفي أذار مارس 2017 قالت مجموعة أبحاث النزاعات المسلحة إن الحوثيين هربوا طائرات بدون طيار استخدموها عبر عمان. وفي العام التالي أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن عمان هي مكان الممر المحتمل لصواريخ بركان H2 التي وصلت إلى الحوثيين، وأدت الضغوط الأمريكية المتلاحقة لقيام عمان بملاحقة النشاطات غير الشرعية. لكن تساهل عمان مع الحوثيين ظل مثيراً للمشاكل بالنسبة للسعوديين وبقية دول المنطقة. نشرت الساندي تايمز تقريراً أعده فيليب شيراويل قال فيه أن الصين أقامت السجون السرية ووضعت فيها آلاف النقاد الذين اختفوا، ولكي تتجنب أي إحراج في الدورة الشتوية للألعاب الأولمبية. حذر المسؤولون الصينيون في الأسبوع الماضي لاعبين الأجانب من إصدار تصريحات سياسية أثناء المباريات، وإلا تعرضوا لعقوبات معينة، لكن سقف العقوبة هو أعلى بالنسبة للمتظاهرين الصينيين. وأصبحت سياسة شي الذي يعتبر من أهم الزعماء الصينيين منذ ماو تسي تونغ وبعدما سحق أعدائه الحقيقيين والمفترضين هي الاعتماد على شبكة واسعة من السجون السرية وعمليات التغييب القسري لهم. فقد اختفى الناشط يانغ ماو دونغ والمعروف باسمه المستعار جيو فيكسونغ في كانون الأول ديسمبر بعد معركة طويلة للحصول على تصريح زيارة لزوجته المريضة في الولايات المتحدة، وتوفيت قبل شهرين، حيث أخبرت عائلته هذا الشهر أن السلطات وجهت إليه تهمة التخريب. ولا يعرف مكان اختفاء تشي 50 عاماً ويانغ 55 عاماً، وهناك فرصة كبيرة أنهما في سجون سرية تديرها أجهزة الأمن التابعة للدولة، ويتعرض المحتجزون إلى رقابة سكنية في موقع محدد، وهو تعبير ملطف لاعتقال الشخص سراً ولمدة 6 أشهر وبدون اتصال مع العائلة أو المحامين، ولا يقطع الأيام الطويلة في السجن سوى ساعات من التعذيب والتحقيق. ولاحظ قبل فترة أن البيانات المتعلقة بالسجون السرية قد اختفت
ولم تعد هناك إشارة لحجم الاختفاء. لاحظ الناجون من هذه المعتقلات صورة حية فيما تعرضت له لاعبة التنس المعروفة بينغ شوي، واختفت بطلة التنس الزوجي في ويمبلدون سابقا في تشرين الثاني. ننتقل إلى الساندي تايمز. برلمانية تتهم حزب المحافظين بإقالتها من منصبها كوزيرة لأنها مسلمة. كشف النقاب عن عزل برلمانية مسلمة من وزارة في تعليل وزاري هامش بالحكومة البريطانية مؤخرا عام 2020 عن حجم انتشار كراهية الإسلام أو ما يسمى بين مزدوجين إسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين الحاكم، والتهديدات التي يتعرض لها النواب من مسؤولي الانضباط بعدم الحديث عما حصل له. قالت البرلمانية نصرت غاني 49 عاماً عن تجربتها مع مسؤول الانضباط في حزبها الذي قال إن عزلها كوزيرة دولة لوزارة النقل جاء كونها مسلمة وطرح بأنه مشكلة، وامرأة مسلمة في منصب وزيرة سيجعل الزملاء غير مرتاحين. وكشفت صحيفة ساندي تايمز في تقرير لها عن رد فعل البرلمانية: كان الأمر مثلما ركلني في معدتي وشعرت بالإهانة والعجز. وأضافت غاني التي تشغل منصب نائبة لجنة 1922 لنواب المقاعد الخلفية إنها التزمت الصمت لتحذيرها أنه لو طرحت الموضوع من جديد فسيتم نبذها من زملائها وسيتم تدمير سمعتها ومسيرتها السياسية، وقالت إن الحادثة قادها للتفكير إن كانت تريد أن تواصل تمثيل الحزب كبرلمانية، وقالت: لا يمكنني التظاهر أن هذا لم يهز ثقتي بالحزب. وتأتي تصريحات غاني وسط جدل داخل الحزب حول حجم التهديدات التي يتعرض لها النواب للالتزام بخط الحزب، خاصة بعد سلسلة الفضائح التي تعرض لها رئيس الوزراء بوريس جونسون. وكتب زهاوي في تغريدة: لا مكان للإسلاموفوبيا أو أي نوع آخر من العنصرية في حزب المحافظين. وقال نصرت غاني: صديقة، زميلة، برلمانية رائعة، يجب التحقيق بدقة في هذا الأمر وبطريقة مناسبة وقطع الجذور العنصرية. كوبنغان نشرت أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغا الأحد أن المتحورة أوميكرون التي قد تصيب 60% من الأوروبيين بحلول آذار مارس أطلقت مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة، وقد تقرب الأزمة الصحية من النهاية. وفي خبرنا هذا قال غلوغا لوكالة فرانس بريس: من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب تماماً من نهاية الوباء، لكنه حض على الحذر جداً من واقع تغير الفيروس. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.